التغذية الحقيقة العديد من وجهات النظر والعديد من الآراء خاصة، واختلفوا الجميع في وجبة الإفطار. في ناس تقولك مهمة جدا جدا، ما ينفعش بأي حال من الأحوال إن أنت تسيب وجبة الفطار. لما تيجي تروح لدكتور تغذية تاني يقولك لا، أنت لما تأخر وجبة الفطار فده بيخلي الجسم يدخل في حالة التجويع، فده يخلي إن معدلات الحرق يبقى عندك أعلى. طب هل ده صح ولا ده صح؟ مش عارفين. في ناس بتقول ان وجبه الفطار من الوجبات المهمه جدا، اللي هي من اهم الوجبات كمان في اليوم، واللي بيفضل بالتاكيد انها بتكون صحيه وانها تحتوي على كل العناصر الغذائيه اللي الجسم محتاجها. في دراسه اتعملت ان اهمال وجبه الفطار لمده اسبوع، اسبوع واحد مش العمر، في ناس ما بيفطروش اصلا طول عمرهم، لا الدراسه دي بتقول اسبوع واحد ما تفطرش فيه بيكون سبب اضعاف خلايا الجسم بالكامل. انا عندي تبقى الخلايا اتدمرت الحقيقه، انا ماليش في وجبه الفطار دي خالص. الجسم كمان بيكون خامل وبيكون بحاجة دايمة للاسترخاء. فخلينا نتعرف على التفاصيل أكتر ونعرف الحقائق إيه. هل فعلا لازم وجبة الفطار تبقى مهمة وموجودة في يومنا أو في جدولنا اليومي، ولا في، ولا على حسب الناس، ولا على حسب إيه؟ هنحاول نعرف بعض الإجابات. الدكتور مصطفى ساري استشاري التغذية العلاجية، صباح الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. صباح الورد. نفطر ولا ما نفطرش يا دكتور؟ بصي هقول لك على حاجة مهمة جدا في موضوع وجبة الفطار ده، لأنك أنت قلتي كلام مظبوط 100%. الاختلافات اللي حصلت دي مش اختلافات بين الناس وبين الدكاترة وبعضها، لا، اختلافات بين مراكز الأبحاث العالمية. هاي. من ما قبل 2018 كان كل مراكز الأبحاث وكل المنظمات العالمية الخاصة بالمجال بتاع التغذية بتأكد على إن وجبة الفطار وجبة أساسية ووجبة صحية. بعد 2018 وبعد الميتا اناليسيز وبعد ميتا فيزكس وبعد كل الدراسات اللي اتعملت على الدراسات اللي قبل كده قالوا لا، ان وجبه الفطار مش وجبه اساسيه. طيب تعالي بقى نشوف الجديد ايه اللي بيتقال. الجديد اللي بيتقال بنقول ان مين محتاج وجبه فطار ومين مش محتاج وجبه فطار، يعني وجبه الفطار مهمه لمين ومش مهمه لمين. جمله عظيمه جدا، يعني في ناس مهمه ليهم بالفعل وفي ناس لا. بالظبط كده، عظيم هي جدا. ده الكلام الجديد اللي بيتقال دلوقتي. اتفضل. وجبه الفطار مهمه جدا للرياضيين اللي هم بيبنوا جسمهم واللي عايزين يكونوا عضلات عشان تغذيه العضله واستشفاء العضله. ده واحد اثنين ثلاثه لازم ياخد وجبه، بس هل على طول وجبه الفطار مهمه ليه؟ ممكن يفوتها مره او مرتين في الاسبوع. طب الاطفال، وجبه الفطار مهمه جدا للاطفال عشان البناء، عشان دول في مرحلة بناء ومرحلة تركيز ومرحلة ايه جسمهم بينمو، فلازم ان يعني ياخدوا وجبة الفطار اللي بتحتوي على كمية عالية من البروتين. الناس اللي بتعاني من النحافة وعندها نحافة شديدة، نحافة مرضية، وجبة الفطار بالنسبة لهم مهمة جدا. طب مين بقى اللي وجبة الفطار مش مهمة بالنسبة له؟ اللي هو الشخص او الفرد اللي عنده سمنة او زيادة وزن وعنده دهون حوالين البطن ودهون زياده في جسمه، او الفرد اللي عنده مقاومه انسولين. ده الفرد ده الناس دي بالنسبه لهم وجبه الفطار مش مهمه. طب ليه وجبه الفطار مهمه مش مهمه للناس دي؟ اولا انت يعني تاخير وجبه الفطار للناس اللي عندها سمنه او عندها مقاومه انسولين، طبعا معظم الناس اللي عندها زياده وزن او عندها سمنه في منطقه البطن عندها مقاومة انسولين. فالناس ديت بنقول ان وجبة الفطار يفضل ان هي تتأخر من 3 ساعات لاربع ساعات، يعني مش اول ما يصحى من النوم ياخد فطار، لا، ممكن يشرب شاي وممكن يشرب قهوته وبعد 4 ساعات او بعد 5 ساعات ياخد فطار. ليه؟ عشان وهو نايم او فترة الفطار ده اسمه بريك فاست، كسر الصيام. اثناء الصيام الجسم بيطلع هرمون اسمه جروث هرمون. الجروث هرمون دوت اللي هو هرمون النمو، ده بيساعد في تكوين خلايا الدم، بيساعد في حرق الدهون، بيساعد في نمو العضلات، استهلاك الطاقه الزياده اللي في الجسم. فانا عايزه يبقى موجود اطول فتره ممكنه. طب ايه اللي بيوقف هرمون النمو؟ الانسولين. اول ما بيطلع انسولين من الجسم خلاص على طول، اللي هو معناه اول ما باكل انا باكل بيبتدي الانسولين بيتعمل. حتى
مهما كلت، يعني مهما كلت بروتين، كلت نشويات، كلت سكريات، هرمون الانسولين يطلع، هرمون النمو يختفي على طول. يبتدي هرمون الانسولين دوت يعني هرمون مهم جدا بالنسبه للاطفال عشان هرمون بناء، بالنسبه للكبار لا، ده هرمون بيساعد على انه يساعد على تكوين الذهن ويزود وزياده الوزن. طيب هل وجبه الفطار بتمنع الامراض المزمنه او صح بتساعد على الحفاظ على صحه البني ادم؟ جوده الفطار مش وجبه الفطار ولكن جوده الاكل. حلو قوي الجمله، جوده الفطار. ايه العناصر اللي بتبقى موجوده في وجبه الفطار عشان اقول ان انا بحصل على وجبه فطار ذات جوده عاليه؟ انا هقول لك وجبه فطار مثاليه جدا او وجبه فطار كويسه جدا لا تزود وزني وفيها كل العناصر اللي جسم محتاجها. حزين. من كارب، من نشويات والياف وفيتامينات ومعادن ودهون وبروتين. فضل. طبق سلطه كبير متقطع فيه جبنه، عليه معلقه زيت زيتون، معاه بيضتين مسلوقين، مع شريحه توست من الحبوب الكامله او ربع رغيف من الحبوب الكامله. دي وجبه فطار هايله ممتازه. أوه. لا هتسبب في زياده وزني، هتمدي جسمك كل العناصر الغذائيه اللي انا محتاجها. دي ممكن ناخدها. طيب دي ممكن ناخدها لو احنا قايمين من النوم جعانين. طب لو انا قمت من النوم مش جعان، مش محتاج ان انا اكل، طالما انا مش يعني خلاص بقت وجبه الفطار وجبه اختياريه. أيوة. وليست بس مره ثانيه للكبار في إجبارية. او اللي هم الاشخاص البالغين اللي ما بيلعبوش رياضه، اللي هو مش محتاج قدر كبير من البروتين، كمال اجسام وبيبني عضلات. وجبه الفطار بالنسبه له مش الزاميه ومش اجباريه. وجبه الفطار بس لو قام النوم جعان يفطر عادي خالص، ما فيش اي مشكله. بس نوعيه الاكل اللي هيفطرها، نوعيه الاكل اللي هياخدها في الفطار بتاعه هي اللي هتحدد صحته وهتحدد شكل جسمه وهتحدد كميه الدهون اللي في جسمه وهتحدد كميه اللي جسمه هيعمله وهيتعامل مع الوجبه دي. شكرا دكتور مصطفى ساري استشاري التغذية العلاجية. اعتقد الدكتور مصطفى جاوب وباستفاضة قال لنا، علشان احنا كان عندنا تساؤلات هل نفطر ولا ما نفطرش، ده على حسب الحالة. يعني لا في لازم تقوم تاكل ولازم تقوم تفطر ولازم، لا ده مش حقيقي، ولا العكس ان انت ما تفطرش او ان انت تهمل في وجبة الفطار، لا ده على حسب الحالة.